صافي يا روحي، تعملي أكلة محبشة ورخيصة وما تكلفكيش. تحطي في صفغتك اللحمة والفراخ والديوك المحمرة والمحاشي باللحمة. وما تقوليليش، ما تقوليليش على طعمها اللي يدوخ. وفي طريقة جديدة لحشو الديوك بالفراخ واللحمة، ودي طبعا رخيصة وطعمها لذيذ لذيذ يا أخت. واحرصي على إنك تحطي على صفتك اللحمة والفراخ، لأنها طعمها يجنن ومليانة بالفيتامينات. وما تصدقيش حد تاني. خد يا احمد، حطلي فصين توم عشان خلطة البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفاية بعمل لك السلطة؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفرة جاهزة، وبتجاني ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقص يسكن معانا، مفيش حاجة تانية؟ اطبخي يا جارية، كلف يا سيدي، هات اللحمة وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجة الفاضية وانا احمرها. وبعدين اسمع عم اقول لك، انا بشتغل زي زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقف عشان كان فصين توم هتقشره. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاة النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حيلي مهدود في شغل البيت. اوبرت اللي انت عايزه تروحيه؟ انت ما تنفعيش تروحي السيرك ده، انت لو رحت جنينه الحيوانات هيقفشوك. الاوبرا اوبرت ايه؟ لا انا متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه، النهارده الخميس على طول الشطه، والله طلع قاعد بره مش راضي يمشي. يا ساكن دلوقتي ساكن حضرتك الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. ألفهم في ورقة لحضرتك وتاخدهم معاك البيت تقولهم أنت والحاجة. سليمان. لا صح. احنا هنبات هنا النهاردة. خميس باص. والجمعة كمان. وابقى عريس وهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ومضاعت تبقى في ذاك لو تنساني وساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان نقول كل الرضا يومات اروح له خاطئين بنادي عليك بنادي عليك بنادي عليك من حاول فك ضفايا منيرة يا ولدي منيرة
على مهلك شوية. العلة يمين ويا الساعة كم بقى دلوقتي؟ احنا لسه بدري بدري قوي. انا مش عارف انت بتنام بدري ليه. ده حتى الليلة دي ليلة الخميس، تبقى ليلة مفطرة جم صباح التاني يوم الجمعة مفيش حاجة. ومولع الجسد ليه دلوقتي؟ ده عبد الحليم، عبد الحليم حافظ. واللي فكرك بعبد الحليم حافظ الساعة 2 بالليل؟ عبد الحليم دايما على البال، بس المشاغل هي اللي بتخلي الواحد ينساه، وده احنا بنفتكره كل مدة لما تبقى الأحوال مش بطالة. بقولك ايه يا أحمد، نام ولا أنت نسيت؟ مش أنا اللي ورحتك نمت الحيوانات يقفشوني؟ يقفشوك يحطوكي مع الغزلان والطيور والبلابل. ولا أنت عارفة ساعة الزهر الواحد ساعات بيلطش بالكلام. طب أنا هقولك على حاجة، راجل المحل زاد النهاردة 300 جنيه. اشمعنى؟ عشان الليلة دي ليلة الخميس. يديك برضو بركة ليلة الخميس تقوم على المحل وما تقومش على البيت هنا. طيب طيب روح شوف العيال ناموا ولا لسه. ماما نايمين. قوم يا احمد.